لسه تلزين. نحن هلا فرجيكم علبة الكمامات تبعنا. تعال تعال نتخفر. حبايب القلب يعطيكم العافية. يا جماعة مثل ما شفتوا الفيديو اللي نزل على قناة الهيبة اللي ما شافوا يروح يشوفوا، راح أحط لكم مشهد صغير. أنا الباب مفتوح. كان في ظرف بس ما حدا شافه، هذا الظرف انا ما شفته اثناء التصوير اثناء المونتاج، وخبرتهم طبعا بالمونتاج انه في هذا شيء يشبه الظرف، يعني مستحيل في حدا من بيتنا. انا دغري سالت ساره انه حاطه شيء مثل هيك شيء، تعرفي شو هذا؟ قالت لي لا ما بعرفه. رحت شفته انا وسكرت الباب وتركته بمكانه لانه مشان تشوفوا كيف هو حاطه بالضبط، ما بدي افرجيكم انا والله لقيت هذا الظرف. بس لكن في شغله حمزه لازم احط له حليب. راح احكي لكم كمان شغله مهمه يا جماعه، انا وحمزه على فكره ننام بالغرفه تبعه، وساره وهيا بيناموا بالغرفه تبع النوم. ليش؟ لانه هيا لما تبكي بالليل حمزه يبكي معها. حدا بيعرف شو السبب ليش الطفل يبكي مع الطفل؟ فمثلا هيا بتقول واه، هذاك بيقول يفتح زمور الاسعاف تبعه ما بيسكت، يزعل ياخذ على خاطره ليش اخته عم تبكي. فقررنا انه انا وحمزه ننام بغرفته وساره وهيا بيناموا فوق، يعني انا وحمزه عايشين لحالنا، الشباب تحت والبنات فوق. بابا مخرب البيت، مخرب. واو هلو واتساب شلونك يا اخي؟ والله حفوطه غريبه منفوخه، شو السبب؟ المهم يا عيال هلبس الشحاطه وانزل. اوكي كمان حبايبي في ناس قالت لي انه خالد ليش ما تحط كاميرات مراقبه، ليش انت بارد مانك خايف كانه مانك خايف؟ حبايبي انا خايف وبدي احط كاميرات مراقبه، بس ما لازم اقول لكم احط كاميرات مراقبه، فهمتوا؟ استوعبوا علي، فهموا علي شو عم بقصد انا، ما لازم اقول لكم بدي احط كاميرات مراقبه لانه اذا قلت يبطل يجي، بدي احط على طريقتي الخاصه. وان شاء الله اذا شفتوا فيديو كاميرات مراقبه راح يكون لا اما ماسكو لا اما مبين على الكاميرا، لان اذا حطيت كاميرا مراقبه وما كان مبين شيء ما استفدنا شيء. فرجيكم وين كان الظرف، تركته بمكان. طبعا ساره عم تغسل. هلو ماي شاتس حبيبتي يعني بالالماني. جيتس هاز جود الحمد لله. اشتقت لك كثير. يا جماعه نزل قبلي اكيد، بتاكد انه ما في حدا، فانا قاعده عم ضبط. طبعا طبعا انا هون القاهر، انا قاهر لهدول الناس. شوفوا حبايبي هذا هو ساره، طلعي شوفوا وين محطوط. هذا انا نزلت شفته فرجيتك اياه على الفيديو. طبعا ساره قالت لي انه انه هي مو حطيته يعني. لا في كمامه. شوفوا يا جماعه. اوكي هاي انا حطيتها. لا تلمسي لا تلمسي بس الكمامه. اعطيني ملط 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 ساره. بكيس في كيس؟ اي شيء وراه. خذ البوليس هاي. شايفين؟ هاي كمامة، هاي نسيانها الكمامة، متأكد متأكد. كمامة اوه يا عيال. شوف 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 شو هفرجيكم انا. كمامة سارة سارة عندك كيس؟ كيس انا فوق بنحطه بكيس. روح كيس بليز بليز. او افتح افتح الصندوق هذا، افتح الصندوق افتح الصندوق. هاي كمامة الشخص اللي حاطط الهي 100%، ما حدا يحط كمامة هون، انا ما بحط كمامة هون. مزفرة وملبوسة. ايه تعال حطيها. سكري سكري سكري. اوه نفسوا عليها. حلو ياخذوا جيبوا ياخذوا الدي ان اي كله. أوكي. يا جماعة هاي راح تساعدنا على انه نكشف الشخص اللي عم يراقب البيت او اللي داخل على البيت. نسيان كمامته هون، نسيان كمامته هون، واعرف نفسك انك انمسكت يا ابن الحرام، يا ابن الكلب، اعرف حالك انمسكت والله لا اربيك والله. اوعى بدين الشرطة احسن ما توعى بدين، لاني راح اكلك اكل اكل اكل، راح فصفصك فصفصة نظام. على فكرة خالد حلف له انه خلص من يوم ورايح راح يسهر، راح تعرف كمان من هالفيديو انه خالد راح يضل سهران. طبعا اليوم راح اسهر انا، اليوم سهران لك. بس انا بتعرف شو مستغربة؟ انه البوليس عم تقول انه راح تراقبه من بعيد لبعيد، فات على البيت وانه شو عم يعملوا؟ البوليس شغلته فاضية يا جماعة، هاي نحن قالوا لنا انه راح نراقب البيت من بعيد لبعيد.
انه بالشارع شارعكم مراقب. هذا الزلمه دخل وهذا البوس لسه ما شفنا شو فيه. انا بحب الرياكشن يكون طبيعي حبايبي، بس شفت هذا الظرف وتركته مثل ما هو وفرجيته لسارة على المونتاج. نحن ما يعني انا شفت الفيديو، عفوا انا دخلت صورت هون وما شفت حدا. هاي راح اخليها هون هلا. تعرفوا انه انا اصلا ناسيه، انت خبرتني بس ناسيه. ايه لانه انا تركته بمكانه عالي، هو شايفين ليش دقرته؟ سارة ما قلت هيك هيك ما عم يلاقوا. هاي رسالة، رسالة، هاي رسالة، بس الكمامة نسيانة، صدقيني الكمامة نسيانة. هاي دي بكون متجهز لها. اوكي رح ناخد الظرف. كل يوم بيبعت لنا لون كم. هذا الظرف رح نشوف شو مكتوب. لزة تلزين. ليش ليش الظرف هيك طلع الظرف؟ الظرف شو شكله؟ هذا واحد عنده مكتب مو هيك؟ مهتم بهالقصص اكيد. انا خلص، انا تعرف اني ارتحت، ارتحت ماني خايف من شيء، من هاي الكمامة، بس مو لك هاي. مين انت ما تلبس؟ لا انا ما بلبس. حلو، واذا بلبس بلبس غير. انا رح اورجيكم العلبة اللي عنا. نحن هلا بفرجيكم علبة الكمامات تبعنا. تعال تعال ندخل. شو يعني؟ أنا هون؟ إيه؟ مسكي طلع حوالين شو مكتوب؟ إيش بندا أنا هون؟ مسكي مسكي مسكي. لا تخاف لا تخاف لا تخاف، أنا موجود، لا تخاف. وين هون؟ وين؟ هاتي يا عدا هون؟ هذا مين معه هذا؟ لا إيه هذا، أنا قلت له إنه أنا هذا كان مسكر. ها سارة؟ ما بعرف. روح تلاقي عند ابنك سارة، بروح أشوف الغرفة البرانية سارة. وين مفتاح البيت؟ ستين مفتاح البيت سارة. مكتوب أنا هون، أنا هون، مكتوب بالألماني إيش بن دا. لو كاتب إيش بن هير. آه سارة شو الفرق بين إيش بن هير وإيش بن دا؟ إيش بن هير؟ لا حبيبتي في فرق. إيش بن هير إنه أنا موجود. إيش بن دا؟ أنا هون. لا إيش بن دا أنا موجود. إيش بن هير إنه أنا بنفس المكان. إيه. معناته هو مو بنفس المكان. هو عارف شو كاتب. هات هات هات. شوف شو حاطلنا يا جماعة. شوفوا شوفوا. ثلاث نقط شو معناتها؟ مو ثلاث نقط، هاي هذا وش شو هذا؟ هذا وش شو اسمه؟ رعب. ولا ثلاث نقط؟ خلي ما بعرف. إيه اللي اسم. بيعرف هاي شو معناتها يكتب لنا. ما اوكي 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 خليها خليها حطها هون. هات يعطيني هذا. خليك ساره عند حمزه، قريب من حمزه. ايه انا هون رح ضل. اوكي بس بدي اطمن عليك. لا تخاف علي او تعي ما. والله ما بعرف اللي بدك اياه. انا رح ضل هون على الباب اللي فوق مقفل اصلا. اوكي اوكي شو بزعق؟ هو كاتب انا هون، معقول يكون هذا الجار؟ ها ساره هذا مفتوح ولا انت؟ هذا مفتوح كان. ايه لا انا بقفله كرمال. لا سارة هذا انا امبارح لما جبته بسكليت كان مفتوح. اوكي ولا انت مقفليته؟ انا بقفله لما احط بالبسكليت. انا انت ما بتقفله؟ والله كمان شك ببعض. هاي الغرفة للكراكيب بدي اعملها استديو هون غناء، بس ما في حدا روحي. معقولة سارة يكون جارنا هذا الباكستاني؟ في هذا جارنا باكستاني. كثير منيح في هذا جرة باكستاني حبيبي، بس هذا ما بيحكي عربي. بس بس بيقدر باكستاني مسلم، معناته بيحكي عربي، معناته بيقدر. كيف بده يحكي باللهجه؟ انت قلت له قال اللهجه كثير منيح. قال شايفك بس اللي شايفونا اللي كانوا موجودين اللي كانوا عم يراقبنا ما شكله شكل الماني شعر. ايه مش طبيعي مش طبيعي حبايبي. اطلع اطلع لعند الاولاد. روح روح. لا انا ابوها. شو يعني ايش بن دا؟ ايش بن هير؟ شو الفرق بين ايش بن دا؟ ايش مسكي ساره شوي اعطيني.
طيب زيت ورقة ليش يحطها بظرف يعني ماني زنخ مع ابي يا اخوي اللي عن امه هذا شكله عم يلعب معنا هاي الرسالة انسخ حبايب خلاص خلص الفيديو اطلع برات الفيديو هاي الرسالة لك يا ابن الحرام انت لسه ما تعرف مين هو خالد نعيمي اذا تفكرني يوتيوبر بصور وبضحك مع مرتي او مرتي تضربني كف بالمزح بالتمثيل تفكرني اني انا خيخة اقسم برب العزة وحياة من زرع فيني هالشوارب وحلل القسم اني لشقت امك تعرف شو لشقت امك افوت اصابعي هون وافتح لك يا لأبانك